السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. معروف إن فلاديمير بوتين رجل أي تصرف له أو أي تصريح له بيكون في موضعه، قصده محدد الهدف بتاعه. يعني الراجل ما بيتكلمش أي كلمة هباء، الراجل ما بيتصرفش أي تصرف عشوائي، بعكس الهطل بتاع الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن رئيس أمريكا. رئيس أمريكا اللي بيسلم على الهوى وعنده الزهايمر وفقد الإحساس بالزمن والكلام ده كله. فلاديمير بوتين كل خطوة مدروسة، كل صورة وكل لقطة بياخدها ليها هدف. منذ ساعات قليلة فوجئنا نقلا عن وسائل الإعلام الروسية فيديو في قلب الجنود اللي هم شاركوا في التعبئة الجزئية، ظهر أخد البندقية بتاعته اللي هي بندقية القناصين وبدأ ينشن، أصاب الهدف. جنبه في كل حركة كان في حارس شخصي، الحارس ده ماسك الحقيبة النووية، الحقيبة دي اللي فيها الزر النووي، بحيث إن فلاديمير بوتين لو ضغط عليه بس العالم كله انتهى. ظهرت الحقيبة النووية، طبعا كانت مثار اهتمام كل وسائل الإعلام الغربية. يا جماعة ايه اللي بيحصل؟ لماذا ظهرت الحقيبة النووية الروسية في هذا التوقيت؟ صحف بريطانية وغربية بدأوا يحللوا ظهور هذه الحقيبة في هذا التوقيت. رسالة للجميع، وعدكم سودة، الحرب النووية قاب قوسين أو أدنى من الجميع. تعالوا حضراتكم نشوف الحقيبة النووية ونشوف ايه اللي حصل، بس خلونا نكشف لحضراتكم عن ذلك الذي حدث. على حسب ما نشرته وسائل الإعلام الروسية ونقلت عنها وسائل الإعلام الغربية ثم تحليلات وسائل الإعلام الغربية، ظهر فلاديمير بوتين رئيس روسيا في معسكر للجيش بيحتضن عدد من المجندين الذين جرى استدعائهم في التعبئة العسكرية الجزئية. أهو الناس راحت التعبئة الجزئية، مش زي ما قال الإعلام الغربي إن الناس هربت وأصبحت موسكو العاصمة الروسية مدينة النساء ومفيش رجالة حرام. كنا إحنا طبعا بثينا حلقة بهذا الخصوص تحت عنوان مدينة للنساء. هذا وقد استعرض فلاديمير بوتين المهارات بتاعته في إطلاق النار عبر بندقية القنص دراجانوف، وبالقرب منه كان حارس شخصي، الحارس معاه حقيبة صغيرة وبيمشي بجوار فلاديمير بوتين. وسائل الإعلام الغربية نشنت على الحقيبة ديت وقالت إن دي الحقيبة النووية اللي بتحتوي على أوامر إطلاق الأسلحة النووية الروسية. صحيفة الصن البريطانية قالت إن إظهار الحقيبة النووية اللي هي مفروض إن هي حقيبة سرية في هذا التوقيت محاولة لإرعاب الغرب ومحاولة لتوصيل رسالة لكل خصوم روسيا أن روسيا مستعدة. الحقيبة دي موجود فيها إيه؟ يوجد الزر النووي الذي قد يكون السبب في إشعال فتيل نهاية العالم النووية. مش إحنا اللي بنقول الكلام ده، ولا إحنا ده مش تحليلنا بالمناسبة، ده تحليل وسائل الإعلام الغربية بسبب ظهور الحقيبة النووية في هذا التوقيت. ويمكن استخدام الزر النووي في حالة اشتعال حرب عالمية ثالثة ضد روسيا. يعني رسالة، ممكن بضغطة زر واحدة أنسفك لو إنك أنت اعتديت على أمن روسيا. لو فكرت مجرد تفكير إنك أنت توجه لأي ضربة نووية استباقية زي ما أنت بتخطط، فأنا في ثواني هكون دكك ومحك من على الوجود. تحتوي الحقيبة أيضا على رمز مفتاح شخصي وبطاقة فلاش، وهي تحت حراسة مشددة على مدار الساعة. السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف قال بهذه المناسبة إن الدبلوماسيين والسياسيين الروس بيبذلون قصارى جهدهم لمنع حرب نووية. نحن ملتزمون بالموقف الذي وافق عليه رؤساء الدول الخمس النووية. الحرب النووية مش هيكون فيها رابحون، ويجب القيام بكل شيء لمنع حدوث هذه الحرب. ثانية واحدة، أظهرت الحقيبة النووية في هذا التوقيت على الرغم من أن هي مفروض تكون حقيبة سرية.
ثم تأتي تصريحات سفير روسيا لدى واشنطن بيخوف الجميع وبيرعبهم في إيه؟ على رأي بعض أطفال مصر الأعزاء يقول لك لما أنت تيجي تسأله في يا حبيبي؟ يقول لك في محشي أغرف لك؟ طب ما تيجي نتفرج ونشوف على شكل الحقيبة النووية كما نشرتها بعض وسائل الإعلام الغربية. فيديو بوتين القناص حقيبة الحارس تثير التكهنات. ادي اهيت ادي الحارس جنب فلاديمير بوتين، ادي فلاديمير بوتين قدام حضراتكم بيلبس الواقي من طلقات الرصاص او من الصوت بتاعها ولابس النظارة، ثم بدأ ينشن واصاب الهدف. ادي الحارس ماسك الحقيبة النووية، تعالوا اتفرجوا حضراتكم على الفيديو. ده الفيديو اللي توقفت عنده كل وسائل الإعلام الغربية. فلاديمير بوتين يتفقد استعدادات التعبئة العسكرية، وفلاديمير زيلانسكي يدعو لنشر درع جوي. السفير الروسي في الولايات المتحدة الأمريكية يعلن أن موسكو تفعل كل شيء لمنع حرب نووية. هما دلوقتي وصلوا الرسائل بشكل قوي للغاية، إلى درجة أن السفير الروسي بالولايات المتحدة الأمريكية كمل الصورة وكمل المشهد. أنا عاوز أقول لحضراتكم إن الصحيفة بتاع الحقيبة النووية الروسية ما بتظهرش. فلاديمير بوتين دايما حريص على إخفائها بعكس الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي في كل جولاته على مستوى العالم الحقيبة النووية بتكون موجودة مع حارس له جنبه، عشان الأمر لو استدعى يضغط على الزر النووي يفرقع. ليه؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن تتعرض لأي ضربة أو أي خبطة أو أي اعتداء، وبالتالي في ثواني عن طريق هذه الحقيبة اللي بتاع الصواريخ مبرمجة ضد كل خصوم الولايات المتحدة الأمريكية، ضغطة زرار واحدة تم توجيه صاروخ، خلاص خلصت انتهت. ما ينتظرش لحد ما يرجع المكتب مثلا ولا حاجة. فلاديمير بوتين ما بيهددش بسهولة. كون أن هذه الحقيبة تظهر في هذا التوقيت كما قالت جريدة الصن البريطانية، يبقى معنى ذلك أنت عاوز تقول إيه؟ عاوز تقول أن أنا على استعداد للتصدي لأي ضربة استباقية نووية تأتي من الكتلة الغربية، هذه واحدة، وأن أنا لو حصل أي خطر ضدي لن أتردد في استخدام الحقيبة، وأن المسألة خلاص حيز التنفيذ. قبل كده كانوا بيقول لك فلاديمير بوتين اساسا بيحاول ان هو يهدد، وهو مش قصده التهديدات دي في بدايه ازمه روسيا واوكرانيا، لكن في مرحله تاليه قالوا ده صحيح، الراجل فعلا وصل لمرحله جديه غير عاديه، فظهرت هذه الحقيبه النوويه. فلاديمير بوتين ما بيهزرش، كل تصرف مقصود. وطالما ان هذه الحقيبه ظهرت في هذا التوقيت فمعنى ذلك ان روسيا أصبحت جاهزة ومستعدة لأي طارئ. أي طارئ ده متوقع على فكرة أن يكون هناك ضربة استباقية من القوى الغربية، لأن فلاديمير زيلانسكي رئيس أوكرانيا كان طالب أوروبا وطالب دول الناتو بذلك، أن زي ما فلاديمير بوتين جاهز دلوقتي نوويا وبيهددنا بالسلاح النووي، مطلوب أن دول الناتو توجه له ضربة استباقية نووية تكتيكية محدودة يعني، وبالتالي فلاديمير بوتين ما بيهزرش. ربنا يسترها. أراكم على خير.